ولدت أنا في فريق الفاضل. هذا الفريق معظم يعني كثير من تجار البحرين ومسؤولين الوزارات وشخصيات مهمة في البحرين فعلا ولدوا من فريج الفاضل وتربوا في ذي الفريج. لدى ذكريات قديمة مع كثير من المسؤولين اللي كانوا في السن احنا، خاصة في شهر رمضان وأيام العطل كانت تجمعنا علاقات سرية أخوية، ما كانت تفرق ما بين الأخ وأخيه، وكنا جميعا نجتمع مع بعض ونلعب مع بعض إلى أن رحنا لمرحلة الدراسة. أنا درست في المدرسة الحالية تسمى حاليا أبو بكر الصديق، وفي الأول كانت تسمى المدرسة الغربية. هذه المدرسة خرجت الكثير من الرجالات. أيام ما كنت أنا طالب في المدرسة كان مدير المدرسة الأستاذ الفاضل حسن جواد الجشي. كان هذا الرجل قوي الشخصية، يهابه الجميع، المدرسين يهابونه قبل الطلاب بكثر شخصيته وقوته. أنا أتذكر كان هو بعد من نفس المنطقة قريب فريج الفاضل، أحياناً لما نروح المدرسة نشوفه يمشي قدامنا نبتعد عنه، نغير الطريق بكثر ما كانت هيبته وشخصيته قوية تجبرنا أن إحنا نتحاشاه. مكثت في المدرسة الغربية ثم انتقلت إلى قسم المعلمين في الغربية ودرست وتخرجت من المدرسة الثانوية بقسم المعلمين. التحقت بالقسم التدريس وكانت عندي ميول للغة الإنجليزية فتخصصت لدراسة اللغة الإنجليزية. والدي كان في البداية يترأس مجموعة شركات وكان موظف على فكرة لمجموعة شركات وكان يعمل للقطاع الخاص. بعدين احنا تربينا في فريج الفاضل بين الأب والأم وكنا ثلاثة أولاد وست بنات أخوة نعيش في فريج الفاضل. بيتنا كان مقابل مسجد الجامع. هذه البيت كان يجمع أبوي وعمي، وهذه البيت شامل عيال عمي وعيال أخواني وأخواني وخواتي، كلنا نجتمع في بيت واحد. كان بيت كبير لبابين، باب من صوب الشمال يطل على المسجد الجامع وباب آخر من صوب الجنوب. كانت تجمعنا علاقات أسرية مترابطة، والحمد لله انعكست علاقة أولياء أمورنا وأبهاتنا على الأبناء، فكنا إحنا مع عيال عمنا كلنا نعيش سوا ومتحاببين، لدرجة أثر على علاقتنا مع أبناء الفريج. أبناء الفريج أيضا علاقتهم بعضهم بعض كانت علاقة قوية، وبالأخص في المناسبات لما تكون رمضان وتكون مناسبات الأعياد الترابط الأسري كان موجود. أتذكر إحنا أطفال الوالد الله يرحمه راح يسلم على واحد يوم العيد، قال له يا إبراهيم أنا ما أريدك تسلم علي، لا تسلم علي. قال له ليش؟ قال وين عيالك؟ أنا أبغى أشوف عيالك. جيب عيالك. وأنا أتذكر هاي الحادثة، أنا عمري يمكن 5 سنوات 6 سنوات،
أبوي يوم العيد جاي يدورنا من مكان لمكان على أساس تعالوا نروح نسلم على فلان أدبي. لما تخرجت من المدرسة قسم المعلمين تخصصت في اللغة الإنجليزية، فدرست لمدة 3 سنوات في مدرسة أو سنتين في مدرسة البديع، والسنة سنة ونص في مدرسة أم الحصب، ومن ثم انتقلت إلى مدرسة مدينة عيسى مدرس لغة إنجليزية. مرات التدريس كانت حوالي 6 سنوات الواقع. وبعدين وأنا كنت أدرس كانت تراودني فكرة التجارة، ولكن عدم الخبرة في العمل التجاري استلزم مني أن أنا ألتحق بشركة تجارية وأتعلم التجارة منهم وأتعلم شلون الأخذ والعطاء في المعاملات التجارية. الحمد لله التحقت بشركة صنعون مكيفات أو جمعون مكيفات، فالتحقت مدير لبيع المكيفات هذه واستمريت في الشركة. الهدف منها أن أتعلم خبرة وأكسب خبرة وأحتك بالقطاع التجاري وبالناس، والحمد لله يعني مكنني هذه إلى أن أحقق الطموح اللي كان عندي. طموحي أن أدخل في قسم التجارة. في سنة 73 استقالت من الشركة مع العلم أن قالوا لي لا ليش تستقيل؟ قلت أنا ببدأ العمل لوحدي. قال لا خل عملك العصر وتتعاش تغل عندنا الصبح. قلت لا أنا دخلت معاكم على حسن نية وأطلع من عندكم حسن نية. أنا لو ما أشتغل الجهتين لو ما أروح حق شغلكم أنتوا بتظنون أنا رحت حق شغلي. لا ما كنت خايف من التقصير، كنت مجتهد في العمل وكنت مواظب وساعات عمل أكثر من الإداريين. عندنا مدير عام أمريكي كان يجيني يوم الجمعة ويشوفني في المكتب شو تسوي؟ قلت له عندي شغل أبي خلصه. قال لا قوم قوم اليوم الجمعة روح البيت ارتاح عشان تجي بكرة أكثر نشاط. أنا كنت فكري أن أجلس أخلص. المهم قلت له أنا بستقيل، والحمد لله استقالت في سنة 73. قبل أستقيل كان في واحد أمريكي هناك في الشركة يصلح لاسلكي حق البواخر، قال لي أحمد أنا بأستقيل من الشركة وأسس شركة في البحرين وأبيك أنت تكون شريك معي. قلت أوكي. شنو نشاط الشركة؟ قال Electrical and Mechanical Services، خدمات الكهرباء والميكانيكا. فأنا من عمل الشركة اشتقيت اسم إلى بس Electrical and Mechanical Services فسميتها إلى بس، واستخرجت السجل التجاري. ولكن للأسف هذا الشخص سافر إلى أمريكا لسبب خاص وما رجع، واتصل بي هناك قال لي أنا خلاص الوالدة مبراضية أرجع للبحرين وأنا باتم في أمريكا. أنا الحين عندي سجل تجاري Electrical and Mechanical Services وأنا لا ميكانيك ولا Electrical ولا Mechanical Engineer. أول شيء قيفت إلى مس Electrical and Mechanical إلى إلامس للتجارة والمقاولات. فصدفة وقع فيني كتلوج لشركة بلاط، فطلبت من عندهم تشل لي قائمة نوعية من البلاط اخترته بالكتلوج. وفي نفس الوقت في الأثناء جاني واحد من إيطاليا يعرض علي منتجات شركة ثانية. قلت له أنا قبل عندي اتصال مع شركة ثانية أبي أزورهم وبزورك أنت. قال لي أوكي. المهم رحت إيطاليا وزرت هناك، شفت الشركة جديدة
مكاتب عندهم، عندهم التاج لكن لحية جديدة. قلت أنا الحين أضيع، أنا جديد أضيع وقتي مع شركة جديدة. قلت له يا مستر أبلي اسمه، في شركة اسمها برازي يقولون عندكم هذه كبيرة. قال إيه هاي كبيرة، تبي تروح لهم؟ قلت له إيه. قال لي قوم. في إيطاليا مدينة ساسولو اسمها. فرحنا عند الشركة، ولا الشركة ما شاء الله في حجم بناء سلمان، شركة من أكبر الشركات في إيطاليا. رحنا أنا ويا الإيطالي ويا سكرتيرته، وعرضت عليهم البروفورمان فويس اللي طرشوها لي. فبعد المناقشات حصلت 20% تخفيض، وهذا أعطاني دافع أن دائما العلاقات الشخصية، اللقاءات الشخصية تحصل على عروض أفضل. كان لي بداية أن أبتدي بعمل البلاط، بعدين كنت أمشي مع المدام في سنة 74 في باريس. شفت بداية كبيرة ضخمة وفي شو كيس هناك بانيو معروض. تحين هذه البداية كلها بس عشان البانيو. فدشيت سألت الفرنسية اللي هناك، ما تحت شنقي لذي، قالت يبايب لك واحد من فوق. جابت لي واحد من فوق عرضين يعني معرض كبرى ما في إلا بانيو. قال لي إحنا شركة أدوات صحية تبيعون حق البحرين؟ قال لا ما عندنا البحرين فوق. قلت له أنا جاي بشركة كذا كذا وتعامل في البلاط ونريد نضيف لنا قسم ثاني للأدوات الصحية. قال لي بكتالوج بالإنجليزي؟ قال لا إحنا فرنسي ما عندنا بالإنجليزي، اللي تبي بالفرنسي. أخذت الكتالوج ووافق بيعطيني الوكالة. هذه الوحيد اللي ندمت عليه إن ما أخذت الوكالة حق الخليج، ما كان يبيعون ولا يدلون الخليج وين في 74. وين تبي؟ كتب الوكالة حق البحرين. قال لي أوكي يعطيك. طلعت في 74. فقبل لا أجي، قبل لا أبدأ العمل معاهم، اتصلت بأحد المهندسين في البحرينيين في شركة اسمها كذا كذا، هل تقبلونها أنت في مواصفاتكم؟ قال لي الله يذكره بالخير، هذه من الشركات الرائدة في المجال هذه. قلت إذا جبت أنا بتستخدمها أنت؟ قال إيه نعم. خلاص بدأت العمل معهم من 74 إلى يومنا. يعني إحنا إلى الآن من 73 البلاط و 74 الأدوات الصحية إلى يومنا نتعامل معهم. كان عندي أنا أول ما بدأت معرض مساحته 120 متر في شارع المعارض، مو المعارض، شارع القضبية. وبعدين عقب سنتين ضفت له قسم ثاني من الخلف دخلت له، فصار معرض 240 متر، هو معرض وهو مكاتب. عقب سنتين خدت شقة فوق، صرت فوق المكاتب وتحت كله معرض. في 79 انتقلت إلى شارع المعارض، أول معرض يفتح في شارع المعارض إلى مصر. كان أول مقابلنا أحين هارد روك، مقابلنا كان في الخيام مركز المعارض، كان أول مركز المعارض في شارع المعارض، خيام حمر يبونهم. وبعدين تطورت العملية. في سنة 86 انتقلنا من شارع المعارض إلى هني. الناس يسألوني أنت كلها تبدأ محلات جديدة إلى المعامير، تبدأ كلها محلات جديدة، وين الناس يجونك؟ قلت ما بي الناس يجوني، أنا أروح حق الناس، سواء كان في القضبية أو في شارع المعارض أو هني.
لذلك عندنا احنا تركيز كبير في الشركة على مبيعات الخارجية، يروحون حق الاستشاريين، يروحون حق المقاولين، واحنا نعرض البضاعة ما ننتظر. طبعا يجون زباين للمعرض، وبالأخص شافوا المعرض كبير الحجم هذه وهالنوعية، فيجون الناس ولو إن ما يشترون لازم يطلعون الذوق اللي عندنا احنا، والحمد لله نعمة من الله. من الأدوات البلاط والأدوات الصحية بدأنا أيضا الرخام، ففتحنا مصنع للرخام. في أي سنة كان؟ الرخام بدأنا في سنة 1985 أو 86. يعني ويا المعرض. الحمد لله من الرخام تطورنا إلى واتر بروفينج، بس الواتر بروفينج وقفناه الآن لأن وراه مشاكل وايد، اللي هذه خربيتي اللي هذه باشير، لا فركزنا على بعدين من المطابخ، مطابخ حق البيوت، ويبنى مطابخ للمشاريع. في سنة 2000 1986 نفس السنة اللي فتحنا هني، فتحنا مركز يلابس في الكويت 86، لكن بسبب القزو والعدوان العراقي على الكويت خسرنا كل شيء هناك، وقلنا خلاص. قال معي شريك في الكويت قال لي نفتح بثايت، لا خلاص ما عندي ثقة أنا في الكويت. والله ولا فلس، بس علاقتنا في الكويت كانت هناك مع المسؤولين زينة، عوضونا شراء معدات. يعني كان علاقتي مع أحد المسؤولين هناك في الكويت، قال لي رحت أزوره عقب التحرير، رحت أزوره قال أحمد بغينا نشتري عندكم أغراض حق ريبيلد الكويت، ما عندكم في السوق شيء. قلت إيش تقدر تجيب لنا؟ قلت أنا سمعت بتسوون تخيمة حق مجلس التعاون. قال لي الأمير مصر إن مجلس التعاون اجتماعهم، كنا في شهر 2 أو 3 اجتماعهم في ديسمبر يكون في الكويت، وقالوا له بدي آخر طوفك، قال لا أنا بالكويت. ايه قادة فنبي خيمة، عندك احد؟ قلت اي نعم. جيت البحرين واتصلت بشركة ديكور، عندكم هاي؟ قال ايه. وراح الديكور راح انجلترا وياب شركة انجليزية متخصصة في اعمال الديكور وهذه، ويابوا مهندسين مالهم وسووا الرسومات حق الخيمة، وعطينا أوفر وعطينا هدية صراحة، ولو أن كانوا بيوقعون عقد مع شركة محلية هناك، لكن هذه المسؤول قال لهم لا احنا البحرين ما عطيناهم شيء شغل ولا اشترينا منهم شيء، نبي نعطيهم الخيمة. فلطف منه وعطونا الخيمة، كانت أول ما بدت 3.5 مليون، وبعدين انتهت إلى 5.5 مليون. جيت حق مسؤول المرور قلت دحين عندكم أرقام السيارات عراقية متى بتبدلون؟ قال ها عندك أرقام تيب؟ قلت له إيه. قال إحنا طالبين من السعودية بمدة 6 أشهر. اتصل بالمسؤول اللي عنده قال له الأرقام من السعودية وصلت؟ قال لا. قال لي عايز تقدر تجيب لنا 10,000 رقم صورة مبدئية؟ قلت له إيه. قال لي ما بنعطيك كاش، بنعطيك مكتب
وحجرة ويبلك موظف، كل واحد يجيك بورقة تعطيه الرقم اللي مكتوب في الورقة، وتجيب أرقام من 10,001 وبيبك الورقة يسلمك 5 دينار كاش وتعطيه الرقم بموجب ما جاء في الرصيد. تقول له زين 10,000 رقم يبناه، بعد 10,000 ثانية، وعشرة آلاف ثالثة، وبعدين 10,000 رابعة، وصلنا في العدد ذي إلى 235,000 رقم من 5 دينار، وإحنا نشتري أرقام هنا بدينارين ونبيعها 5 كويتي. الحمد لله هم حطوا السعر، المهم إن إحنا هم حطوا السعر بيعوا بخمسة، والحمد لله يعني هذه عوض الخسائر الخيمة، وهذه عوض. بعد شيء ثاني قالوا نبي بعد فريدم كويت، تحرير الكويت، تي شيرت مكتوب عليها تحرير الكويت، أعلام، قبعات، كلها نجيب لكم. ويدهني الشيء العجيب، رحت مع واحد مع شريكي حق الجمعيات، أشوف شلوف خالية، ليش ما عندكم اقراض؟ قال والله لا حماية، طالبين لي حماية وصلت. تبون؟ قال لي والله إذا عندك بنيب. سويت تليفون حق البحرين، طرشوا لي صحون وكاسات ومعالق وشوك والسشاتين، وهني بعد ما قصروا شحنوا لي كنتيرر 40 قدم كلها سشاتين، وطرشوا وديته حق الجمعيات، الجمعية الأولية اللي قاعد تبي. احنا قلنا نبي لك، ما قلنا كونتينر، يبلي درزين درزين 5 بناخذ منك كونتينر، شو اسوي؟ قال دور بقى على الجمعيات، يتحق الشريك يلا روح ابيعه. بعدين نص المهم، والنص رجعنا البحرين وجسبنا على اللي يحتاجون. الحمد لله يعني هذه بس الكونتينر الصحون، وهذه اللي خسرنا فيه، ولا لله الحمد كل الأشياء الثانية عوضنا كل خسائر الكويت. لذلك ما اهتميت في الكليم، أنا قدمت كليم ما استلمت شيء، وسط الخارجية، واللي في الخارجية الحين ما حد التعويض ذاك الوقت، يعني ها التعويض إيه، هما الخارجية اتصلوا أنت خسرتوا في الكويت إيه، أعطونا خسائركم، أعطيناهم خسائرنا. ما كان كلها أظن 90,000 أو 100,000 دينار عوضناها إحنا بالتعويض هاي الحمد لله. شوف في بداية العمل تركيز الشخص على فوكس معين، متى أنا عرفت أن ندمت ما أخذت الوكالة؟ لا بعدين توزعت في الخليج كله، بس أنا البداية اللي جبته بالخليج، وأنا المفروض أن أخذ الوكالة، بس كان الفوكس مالي التركيز بس على البحرين، نظرتي كانت محدودة. الواحد لما يبدأ العمل كانت نظرته محدودة، يفكر بس في المكان اللي هو فيه. لذلك لما بعد كذا سنة لما شفت الشركة اشتهرت في دول الخليج، قلت أخ أنا كان المفروض لو قايله أبي الخليج أعطوني إياها. فالحمد لله يعني إحنا رحنا لدول الخليج، ورحنا لأبوظبي، ورحنا السعودية، ورحنا الكويت، ورحنا وتبينا نتعامل في نفس المعاملات. طبعا لم يبقى هذه، يعني إحنا الآن عندنا مجالات كثيرة الحقيقة، يعني يمكن ما تبين. احنا عندنا حق المناقصات، قسم للمناقصات، قسم للمشاريع الحكومية، قسم للمقاولات اللي هي supply and fix. فتحنا مصنع للمطابخ، وبدأنا الآن المصنع نصنع الماتيريال في البحرين، يعني المطابخ. في 2001 كان دار علي لدى مكتبي، كان أول فوق، اشتبهت علي الفكرة.
كنت جالس في المكتب، دش علي واحد بالمسؤولين، ها فلان أدبي من وين جاي؟ جاي بالشغل ليلة الجمعة، جاي من الشغل. شغل ليلة الجمعة؟ قال إيه، قسم البحرين إلى دوائر. شلا؟ قال بتصير انتخابات العام القادم. لا بتصير انتخابات في البحرين، ما قال العام القادم. انتخابات حق شو؟ قال حق مجلس النواب. بعدين سألني قال لي أخ أحمد ليش ما ترشح روحك حق مجلس النواب؟ قلت أنا أرشح روحي، أنا صار لي 35 سنة في التجارة، شو دخلني في النواب؟ قال لي لا، أنا سمعت إن أنت محبوب في منطقة أم الحصب دائرة السادسة. والله قال لي الكلام ذي وفر مخي. قلت أنا الحين اشتغلت 35 سنة في العمل التجاري لنفسي، الآن لازم أخدم الوطن. يوم صار نفس اليوم رحت البيت، قلت حق ابن العيال ترى ياني فلان آدمي وقال لي ليش ما تشرح روحك؟ قالت لي اسأل عيالك. صار يوم ثاني تهني انجمعت العيال، ها قالوا يبا احنا نعيدك بندعمك، انت تروح في النواب وتراقبنا، ان اخطأنا تصوبنا، وان اصبنا تبارك لنا. هيا اجدم؟ قال اي نعم اجدم. صار في الليل رحت حق واحد من المسؤولين فوق ذاك المسؤول الاولي، قال لي توكل على الله. توكلت على الله. صار يوم ثاني رحت الدارة اللي أنا فيها دارة السادسة واجتمعت مع الرجالات المنطقة، ترى أنا ناوي أرشح نفسي لمجلس النواب، شلايكم؟ قالوا نعم به، احنا أيضا بندعمك وبنوقف معك. صار الآن العمل الجاد الدائرة تبيني وأنا لي عندي الرغبة إن أخدم البلد، وعندي الرغبة إن أترك العمل للعيال يديرونه. فبدأت الزيارات في الدائرة والاجتماع بشخصيات الدائرة دار السادسة ورجالات النادي، وسوينا البرنامج العمل. برنامج العمل اللي سويته أنا بدأت أنا شوف في 2001 كان هناك مو بسمي في 2001 كان هناك حدث في تطورات كثيرة للعمل، جمعيات تجتمع، العمل السياسي جمعيات تجتمع، الناس بدأت تعلن رغبتها في الترشح، والناس عندهم يعني هناك كان حراك سياسي في البلد. الحراك السياسي ذي شجع الناس على يهيد على خطوة جديدة، مقبلين على خطوة جديدة. فكثرت الندوات السياسية، خاصة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بدأ بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين وإلقاء قانون أمن الدولة، وكل هذه أشياء كانت حدثت عام 2001
وأعطت دافع للعمل السياسي والحراك السياسي أن ينشط. فبدأت عملية التسجيل ورحت سجلت عن دائرة أم الحصب، دائرة السادسة هي الواقع. لا المنبر يوني، يعني صلاح علي سوى لي تليفون، أخ أحمد نبي نزورك تشله. قال سمعنا أنت بترشح وأنت مقبول في الدائرة ونبي نوع من التعاون معك، تفضلوا. ويعني البيت ويا 5 أفراد من المنبر. قال احجرين أنت محبوب في الدائرة وأنا بنتعاون معك. تتعاون معك شو بتسوي؟ قال إذا تبي تمويل من مولك. ما محتاج تمويل الحمد لله، أنا ما جدبت، لا أنا عندي التمويل. قال لي إذا تبي تسوي البرنامج، قلت البرنامج بسويه. تبي تعقد اجتماعات، قلت الاجتماعات واللجان كلها أنا مسويها. أنا عندي لجنة الإشراف على العمل الانتخابي، لجنة المرافقين للنائب، لجنة الاستقبال، لجنة الدعاية والإعلان، أنا حتى فريق العمل اللي يمشون معاي بعد مكون. ما محتاج حق تعطوني أي شيء. المهم قال على كل إن أنت إذا بغيت أي شيء إحنا حاضرين لك. قلت مشكور ما قصرت. الإصالة قال لهم موجود هناك المنبر الإسلامي، التربية الإسلامية، كان لهم وجود في أم الحصب، مقرهم في أم الحصب التربية الإسلامية، وكان لهم أيادي على أهل أم الحصب. ولكن كلمة أم الحصب وراء أحمد بهزاد خلت بعض الناس من تبع الإصالة وفي أم الحصب من نفس الدائرة يقنعون المسؤولين يبتعد عن منافسة أحمد بهزاد، يخلون للدائرة. فما ما نفسوني، نافسني واحد قال له الدوسري، إبراهيم الدوسري كان يشتغل في الخارجية. أنا رأست كتلة سميناها كتلة المستقلين. وأول ما نجحنا في الانتخابات كنا 18 شخص مستقل، وكنت أنا أجمعهم عندي في البيت ونتخذ قرارات. القرارات اللي نتخذها كانت أحيانا تتعارض مع قرارات اتخذت من قبل جمعيات، لدرجة أن أنا بغيت أجمع النواب كلهم عندي في الخيمة لتنسيق بين الأعضاء النواب بعضهم بعض. كان على الخط المنبر صلاح علي يجيني يقول لي ليش تجمعهم وليش تأذي روحك، احنا بنجمعهم. قلت لا، انت اذا اجتمعت اذا دعيت النواب كلهم ما بيونك الإصالة، يمكن المستقلين بيونك لكن الإصالة ما بيونك. اذا الإصالة قلت حق عادل معاهد قال ياه اذا المنبر بيدعون احنا بندعي. قلت تشوف لا انت ولا المنبر، احنا المستقلين ندعوكم تكون عندي انا في الخيمة. حاول صلاح، حاول بالتي قلت لا تحاول. المهم دعيت 40 نائب يجون عندي الخيمة وياو لدراسة ووضع آليات العمل النيابي لما نمارس العمل. شوف مجلس 2002 دخلوا في نخبة معينة من القطاع التجاري، من القطاع الصناعي، من مسؤولين في الدولة، ولكن يأسفني أن أقول المجالس اللي جت عقب
المجلس الأول عندهم رقبة لخدمات، أنا تركت عملي ورحت هناك. لدرجة أنا حقيقة يعني أول فصل شفت إن مجلس النواب، أنا رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهذه اللجنة أخذت من وقتي الكثير لدرجة أن أكون في المجلس للساعة 5-6 المغرب، أروح حق خليفة الظهراني أصلي مع العصر ونجلس نسولف. قلت له يا أبو محمد أنا بس ما راح أرشح مرة ثانية. قال ليش؟ قلت له أنا خلاص أنا تركت العمل التجاري على أساس إن 4 سنوات، وأنا الحمد لله 4 سنوات إذا خلصت ما راح أكررها. قال لي لا لازم يسمونا وأنا برشح وتبع الرشح. قلت له والله أنا عندي قناعة. لا قلت حق الدائرة من ثالث فصل ثالث دور إن أنا ما راح أرشح. قالوا لي لا تقول من الحين. قلت له أنا أقول لكم من الحين عشان أوجد على نفسي التزام إن ما رشح، لأن قلت كلامي ولازم أوقف عنده. قال لا ما بحق عليكم. قلت حق الجماعة قالوا حتى النواب قلت لهم، قلت للمستقلين كان فيه عبد الله الدوسري محمد فيحان وفيه محمد بن الكعبي يوسف الهرمي. لا لا تقول هاي مو قرارك. قلت لا أنا بقول عشان أقول لكم صراحة قرار الكتلة. طيب الكتلة تأسست عقب دشين النواب، احنا مو جايين من جمعية. المهم ثاني سنة قررت ان ما ارشح. جاوني الفصل الثاني نهاية الفصل الأول عبد الرحمن بن جيد ويا أبوه، قال لي أبوه جزاه الله خير ما قصر، ساعدني في الانتخابات وساعدني في رئاسة النادي وكان لا فضل عليه صراحة. عبد الرحمن ما كنت أعرفه قبل بس يعني هني فوق قال لي أبو مشعل أعلنت أكثر من مرة أنك ما راح ترشح حق الفصل الثاني. قلت له نعم. هل أنت مصر أنك ما بترشح؟ قلت له نعم مصر إذا ما راح أرشح. قال لي ايش رأيك في عبد الرحمن يرشح مكانك؟ قلت له والله اللي أنا عارفه أن الفصل الثاني بيكون أصعب من الفصل الأول. عبد الرحمن إذا عنده جرأة يقدر يعني يناكف مو يهاوش لكن يجادل في النقاش زين. إذا ما يقدر قال لا بيتعلم. قلت له يتعلم بيصير. قال أنت بعد ما كنت تعرف وتعلمت. قلت صح أنا ما كنت أعرف لعب النيابي وتعلمت، لكن أنا طبيعتي يعني I was fighter. شو رحت الشورى في نهاية الفصل الأول لما عرفوا فعلا أنه ما راح رشح راحوا بعض النواب بالأخص كتلة المستقلين إلى بعض الجهات عشان أنا أغير رأيي وأترشح حق الانتخابات الأولى الفصل الثاني. حاولوا معي قلت له خلاص أنا قررت اتخذت قرار ما أتراجع فيه. طلعت أسماء الشورى ولا اسمي بالضبطها الحمد لله. الفرق بين الشورى والنواب الملاحظ في النواب في كل فصل يجونك ناس جدد ويكتسبون خبرة
الشورى لا، الشورى معينين من أصحاب خبرة في العمل السياسي أو التجاري أو الاجتماعي. لذلك تحصل تشريعات الشورى تختلف عنها تشريعات في النواب. شوف الفرق بين الشورى والنواب، الشورى نخبة منتخبة من جلالة الملك، أصحاب اختصاص في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي، يهمهم مصلحة القوانين والبلد دون عاطفة. في النواب عندهم التزامات حق المواطنين، عايش في فراق، لا يعني متقاعد، متقاعد. أنا متقاعد الآن. تقضي وقتك في القراءة و السهر في مع التلفزيون في الليل. أنا شوف أنا قلت لك ليش الساعة 11، لأن أنا أسهر في الليل لأذان الصبح مع التلفزيون، بالأخص الأيام الأخبار هذه، روسيا وأوكرانيا، روسيا وأوكرانيا تعطيك مجال إنك تسهر، وأسهر لأذان الصبح وأصلي وأنام، وأقوم الساعة 12:30 واحدة أصلي العصر وأفطر وأنام إلى العصر، قداي الساعة 4، وبعدين يبدأ الليل السهر. فأحس في فراغ. شوف رمضان في السابق كان في زيارات، إنما زيارات للمجالس اللي تقام في نفس المنطقة بسبب المواصلات. في رمضان الحالي الزيارات تمتد على مساحة كبيرة من أرض البحرين بجالس مختلفة، بالإضافة إن الآن من سنة 2002 في 80 عضو أو نائب افتحوا لهم مجالس في رمضان، 2006 زادوا المجالس، 2012 بعد 14 بعد زادوا، 2010 2014 كل ما نزيد المجالس فزيد النواب وزيدون المجالس. لا في ناس يستمرون، يمكن نسبة قليلة من اللي ينسحبون. أنا استمرت مثلي، أنا استمرت في المجلس، بس رمضان الأولي هموم الناس غير، العلاقات الاجتماعية المحيطة ببيتكم تختلف عنا الحين. والله شوف بالنسبة حق اللي يريدون يرشحون نفسهم، بكل أسف اللي أنا سمعه من الناس أن يرشحون نفسهم عشان المكافآت اللي حصلونها، وهذا الشيء يؤسف له. ما لم يكون الشخص يعرف نفسه وعنده القدرة في العطاء ولا لا يرشح، هي موضوع فلوس.